اغنيه احسن ناس ما كانتش لداليدا لما خلص سمير حبيب فوزير نيلي قال له صلاح جاهين انت ليك طابع خاص والموسيقى بتاعتك مختلفه تحب اكتب لك ايه فيقول له انا نفسي في اغنيه بتتكلم عن كل محافظات مصر يساله مين هيغنيها يقول له فاطمه عيد والعزبي ومحمد رشدي ويعدي فتره على الموضوع ده وبعد فتره يتفاجئ سمير حبيب بتليفون من صلاح جاهين يساله تقدر تجيلي دلوقتي ويطير سمير حبيب على صلاح جاهين ويدخل ويلاقيه ماسك ورقة في ايديه ويبدأ يقرأ صلاح ويقول ادينا بندردش ورانا ايه ويكمل صلاح القراية ويصرخ سمير حبيب من فرحته وكانت الاغنية طويلة لانها كانت بتتكلم عن كل محافظات مصر ويلحنها سمير حبيب في 3 اسابيع وهو شغال في الاغنية يفكر مع نفسه ويقول طب ما الاولاد اللي لسه طالعة جديد دي تغنيها ويبدأ يسجل الاغنية في استوديو الدلتا مع محمد منير ومصطفى قمر وحنان ومنى عبد الغني وبالصدفه وهم شغالين في الاغنيه هناك يسمعهم منتج داليدا سمير صعب ويساله تحب تدي الاغنيه دي لداليدا يقول له اه طبعا يقول له طب والناس اللي جوه يقول له معرفهمش ويديله نسخه من الاغنيه بصوته مدتها 22 دقيقه لكن لما تسمع داليدا الاغنيه ترفض تغنيها لانها طويله داليدا قالت وقتها انها عملت ميدلي قبل كده وفشل ويعرف سمير حبيب انها رفضت الاغنية ويسأل منتج داليدا هي عجبها اللحن فيقول له اه بس طويلة فيقول له طب ممكن اسافر لها انا عندي الحل وقبل ما يسافر سمير حبيب لداليدا يروح شبرا ويسأل عنها هناك ويشوف بيتها وسافر سمير لداليدا وفي باريس يسألها انت مش عايزة تغني الاغنية ليه تقول له طويلة يقول لها طب انت عايزها كام تقول له 5 دقايق وكان مجهز سمير حبيب نسخة من الاغنية مكتوبة بالحروف اللاتيني ويديها لداليدا وتبدأ داليدا تقرأ الأغنية وهي بتقرأ تتلعثم في الكلام بيقول لها سمير لا ثانيه واحده انت سايبه مصر وانت عندك كام سنه 18 سنه يعني بتعرفي تتكلمي وتقري عربي كويس ويبدا يكلمها عن ذكرياتها في شبرا ويسالها تحبي تغني لشبرا تقول له اه وتوافق داليدا تغني الاغنيه ويكلم سمير حبيب صلاح جاهين ويقول له ان داليدا هي اللي هتغني الاغنيه لكن رفض صلاح جاهين ويقول له يا سمير احنا كنا عاملين الاغنيه دي علشان تغنيها فاطمه عيد لكن يقنعه سمير حبيب ويكتب صلاح جاهين كوبليه عن شبرا وتغني داليدا الأغنية وتنجح نجاح كبير لكل أغنية أصل وحكاية وإحنا موجودين هنا علشان نعرف أصل الحكاية لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك